وصلنا بقى للمباراة. المساحات ظهرت، وليد سليمان، صالح جمعه، اليو ديانج. وليد كان لعيب مهم جدا، طبعا استخدموه في فترات بس مهم جدا. صالح يعني رايح جاي، لكنه اليو كمان ديانج كان لعيب لا غنى عنه. احكي لي بقى تعاملتوا ازاي وبداتوا تعيشوا الاجواء ازاي؟ واحنا زي ما حضرتك عارف يا كابتن كل يوم كان عندنا مسحه، ودي كانت من كل الحاجات يوم كانت من الحاجات الصعبه جدا يعني. كل يوم. ده اداره النادي مش الكاف. يعني بين ده وبين ده، كويس. يعني انت برضه بتبقى متخوف، ان انت خايف لا قدر الله يحصل حاجه صحيح. فتنقل اللعيبه تنتشر بشكل اكبر يعني. فكان كل يوم بالنسبه لنا صعب جدا يعني، انت كل يوم بتبقى مش عارف هتقدر تلعب ازاي، تلعب بمين. على فضل الكريم. انت بتتوكل على ربنا وخلاص يعني، بتحاول تجهز كل اللعيبه، تحاول تعمل كذا سيناريو لشكل المباراه او بدائل معينه للعيبه لو لا قدر الله ده حصل له حاجه يعني. وزي ما انت قلت جم في ثلاثه لعيبه كانت مهمين جدا بالنسبه لنا يعني، سواء على المستوى الفني او حتى وليد لو كان بيلعب على فترات قليله، بس كان من الناس اللي بتدي تقل الفرقه، نعم. قائد من الناس اللي بتقدر تشد لعيب الفرقه مهم بشكل كويس، لعيب مهم جدا بره الملعب كمان يعني، مش من طبعا. الملعب بس، بره الملعب كمان كان له دور كبير جدا يعني. اليو كان في فتره طبعا ذهبية. كان فتره مستوى كان متالق بشكل كبير جدا يعني، ومن الاعمده اليو كان نص الاساسيه. الفريق في الاحتياط. كان الاعمده نعم. الاساسيه اللي موسيماني كان بيعتمد عليها يعني، فكانت حاجه مهمه بالنسبه لنا يعني. لكن في الاخر احنا كنا بنلعب مباراه بالنسبه لنا بطوله طبعا. باي حد، ومش اي بطولة. ويمكن كانت من الحاجات الكويسه جدا يعني، اللعيبه كلها كانت نفس الاتجاه واحد ونفس تفكير واحد، ان شاء الله البطوله دي احنا ان شاء الله هنحققها يعني. اولا عشان نصالح بيها جمهورنا، وعشان نرجع ثقتنا بنفسنا تاني، والاخفاق اللي حصل السنه اللي قبلها وقبلها برضو، البطوله اللي احنا فقدناها مع الترجي، فكانت حاجات كتيره جدا، دوافع كتيره جدا بالنسبه لنا، كان اهمها طبعا جمهورنا. فاعتقد الحمد لله يعني على المستوى الفني قدرنا نشتغل فيها بشكل كويس يعني. مباراه كانت بالنسبه لنا طبعا مهمه في بدايتها، كان الحمد لله السيناريو كان معمول بشكل كويس جدا يعني، قدرنا نجيب هدف في بدايه المباراه من جمله اتكررت قبل كده يعني. يمكن ياسر في ماتش الوداد قبلها برضو كان مسجل هدف من كورنر، السولية عملها بشكل كويس جدا عن طريق علي معلول طبعا، وقدرنا نحقق بدايه كويسه جدا بالنسبه لنا، خمس دقايق كنت 1-0. بالظبط يعني. نعم. يمكن دي ما فادتناش شويه في الماتش لان تراجعنا شويه، حضرتك عارف برضو الماتشات اللي بتبقى نهائيه لما بتجيب جون بدري بتبقى متخوف، عاوز تحافظ عليه بشكل كبير، وعاوز يعني بتبقى بالنسبه لك عاوز الماتش يخلص يعني. يمكن برضو رجوع نادي الزمالك في المباراه اعتقد بعد نص ساعه او 30 دقيقه، 31 بالظبط بالظبط. يعني، شيكابالا جاب جون، يمكن كان راجل محذرنا منه بشكل كبير جدا. احكي لي بقى، عشان انت قلت لي الهدف ده ليه قصه، وكانت فيه تعليمات من موسيماني لجونيور بالتحديد، مش وانت قلت لجونيور او انت اللي قلت. مش لجونيور هو لاي باك، لان هو شيكابالا طبعا لعيب عنده قدرات كويسه طبعا، ولعيب نعم اكيد. مهاري طبعا بشكل كبير، يمكن احنا كنا اتفرجنا عليهم قبل كده وماتشات كتيره ولعبناهم يعني. وهو برضو كان موسيماني الصراحه حذر من اللعب اللي هو بيلعبها، واللي هو دايما بيلعب لجوه وبيلعب في البعيده، فحذرنا بشكل كبير جدا حتى في بدايه الكره نفسها يعني. احنا قعدنا كان ليك فيديو انت. فيديو مع جونيور يعني، خلي بالك هيلعب لجوه، خلي بالك هيلعب لجوه، لحد ما جابها يعني. خلص الشوط الاولاني 1-1. حصل ايه بين الشوط؟ خليني الاول اسالك عن كواليس التشكيل يعني. تعالى انا وانت مفكر الساده المشاهدين بالتشكيل، ويا ريت يمكن تقرا الشاشه. انا فاكر التشكيل يعني، طبعا الشناوي، طبعا محمد هاني، ياسر، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي حمد. فتحي، سوليه، قفشه، حسين الشحات جونيور، مروان محسن يعني. اي ف زي ما قلت لحضرتك يعني، احنا كنا مجهزين كل اللعيبه عشان انا برجعك اهو وبرجع الجمهور للحظه المباراه هنا، الاتوبيس وانتوا حتى حضرتك شايف كله لابس كله كمامه كمامات. طبعا. طبعا. نعم. اجواء طبعا كانت نعم جميله طبعا يعني، ان شاء الله يعني اتمنى. درجات خاليه. طبعا، ودي نعم. كانت يعني كنا هي دي كانت اكتر حاجه مفتقدينها في الماتش يعني، الجمهور. لكن كان نعم. طبعا عهدنا طبعا ان الجمهور دايما في ظهرنا، والفرحه اللي كانت حاصله بقى سواء في الاهداف كلها، خصوصا الهدف نعم. بتاع قفشه يعني. فشوط دخلنا شوط بين ما بين الشوطين، الشوطين ايه اللي حصل؟ الراجل اتكلم ان احنا نهدى، اللي احنا تراجعنا شويه بعد ما سجلنا الهدف الاول ودخلنا نادي الزمالك في الجيم، مهم ان احنا نرجع تاني نلعب بشخصيتنا تاني،
فكر اللي احنا نجيب جون، فكر في النواحي الدفاعيه نقف بشكل كويس وننظم نفسنا بشكل كويس. اتكلم طبعا بقى في الدوافع واتكلمنا، واللي احنا واللعيبه الكبيره برضو كان ليها دور، ومش هنسى طبعا دور كابتن سعد عبد الحفيظ طبعا. نعم طبعا طبعا يعني بشكره طبعا، من الناس اللي كانت مؤثره طبعا جدا في سيد عبد البطوله الحفيظ ديت مدير يعني كره محترم طبعا يعني. واهلاوي محترم اه الحقيقه، طبعا طبعا لازم يعني اشيد بيه واشكره على كل يعني ان هو بيتصدى لكل حالات الهجوم الغوائيه على النادي الاهلي كان له الحقيقه. دور كبير طبعا يعني نعم في البطوله ديت، حتى في المباراه نفسها في بين الشوطين. نعم فكنا بنحاول طبعا ان احنا طبعا نهدي كل اللعيبه بشكل كويس يعني، عشان نقدر نستعد ان احنا نلعب شوط تاني، لان البطوله لسه ما خلصتش يعني. نعم بدانا الشوط حاولنا نخش تاني في المباراه، بقت سجال بيننا وبينهم لحد كرة بالمؤثره بقى اللي حصلت لنا بتاع حسين شحات اللي جت في العارضه، نعم اكيد وقعت قلبنا كلنا، طبعا وكلنا كنا طبعا كان يعني سهل خلاص يعني، انت قلت الماتش بيخلص يعني. فربنا ما اردش اللي هي تدخل يعني، وبعد كده جت الكوره بتاعه زيزو اللي جت في العارضه، فالحمد لله قلنا ايه الحمد لله خلاص يعني، واحده نعم بواحده ظبطت. ان شاء الله هنرجع تاني يعني. لحد ما جت بقى الكوره بتاعه قفشه طبعا، والفرحه الكبيره يمكن حضرتك الفيديو طبعا حضرتك هتعرضه، طبعا ان فرحه ما فيش يعني، كل واحد بيفرح بشكل يعني، اللي بيجري هنا واللي بيجري هنا، صحيح فكان نعم فرحه طبعا كبيره جدا جدا، كان ميشيل طبعا فاكرها يعني. وموقف برضو حصل كان موقف غريب جدا يعني، كان معانا دكتور خالد، خالد محمود واحد من الناس يا يعني سلام طبعا الجميله، وواحد من الناس يعني كانت بتشتغل باخلاص جدا في النادي يعني. طبعا ممكن هو قال لي جمله حلوه قوي يعني، قال لي انا كنت واثق ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله، لان ده اخر ماتش ليا، يا وانا عيني همشي هروح يعني ان شاء رايح الله اهلي جده. اروح اهلي جده يعني. فحتى هو جايب له في برضه فيديو ليه هو يعني، وهو وبعد الجون هو واقف لوحده كده وعمال يدعي ربنا يعني. فكان من الحاجات اللي الحمد لله اللي ادتنا توفيق ديت الاخلاص، الناس كلها كان كان في في خلاف اخلاص على يعني. التشكيل في المراكز لا يعني لا لما قعدت اتناقشت مع الجهاز المعاون مع موسيماني، هل كان في خلاف خاصة مين اللي دخل مكان اليو ديانج هنا؟ يمكن حمدي ممكن يكون هو اللي شارك مكان اليو، وحمدي طبعا من يا سلام الناس اللي كانت من اعمده من يا الفرقه سلام يعني. يمكن طبعا كان قوتنا كلها طبعا في نص في الملعب وسط يعني، الملعب صح. السوليه كان في حاله فنيه جباره يعني، حمدي اليو ديانج قفشه، فلا لا فما كان كانش فيه اختلافات لا ما كانش فيه اختلافات يعني يعني. كان احنا في اجماع من البدايه. احنا اللي كان اللي يهمنا ان احنا نكون اللعيبه بس سليمه، ده بس الاهم كده بالنسبه لنا، ان ما يكونش فيه يعني كورونا او حاجه يعني تاثر علينا. لكن الحمد لله كان يعني، حتى اللعيبه اللي غابت عننا برضو ممكن يكون نادي الزمالك كان لعيبه اللي عبد غابت الله عنهم جمعه كان مؤثره، عبد ساعتها الله والونش ويوسف والونش اوباما. واوباما، كان برضو ثلاث لعيبه اعتقد مؤثرين بالنسبه لهم يعني. الحمد لله كان نعم اعتقد ان كل دي كانت عوامل توفيق يعني، رجع من الاخلاص اللي كان حصل من الفرقه والتضحيه اللي اللعيبه عملتها في الفتره خصوصا بتاعه كورونا ديت يعني. ده صحيح. اللعيبه ضحت بشكل كبير جدا يعني، واجتهدت بشكل كبير جدا، والمنظومه كلها كل الناس كان قلبها الصراحه على زي ايوه ما بيقولوا على قلب راجل واحد يعني، اللي هي تحقق البطوله دي. فالحمد لله كان كرم ربنا كبير الحمد لله.